الآن موضوع الفشل والخوف من الفشل، هل أي رائد أعمال لما يدخل لعمل معين لبزنس معين يحط نسبة الفشل أعلى من النجاح؟ هذا صح ويساعدني في أني أنا أنجح، ولا المفروض ما أسوي هذا الأشياء دي كلها أبدا، أو أحط نسبة نجاح أعلى؟ يعني هل أكون متفائل عشان أدخل مشروعي، ولا متشائم عشان أنجح وأشد حيلي وما أفشل؟ طيب نرجع لديننا، تفائلوا بالخير تجده، تجده، هذه الإجابة. فأنت أصلا ليش تحط؟ دائما لازم يكون عندك، وهذا جدا مهم، تمام ولا لا، لابد انك انت يعني 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 الحياة واقع، تمام ولا لا، ما اجي اقول انا ارمي نفسي في البحر وما اعرف اسبح وانا متفائل صحيح. يا سلام. لا يعني تعرف المخاطرة هنا ايش هي؟ ايوه، هذا مو منطق. ادرس، نرجع مرة ثانية نقول بالتكنولوجيا يا جماعة اللي موجود اليوم، ما ودك تستخدمها وتدرس؟ فحتى المعادلة اللي انت حطيتها انه انا احط نسبة اكبر للنجاح ولا نسبة اكبر للفشل، لا، توكل على الله، ادعس، ادرس، تفاؤلوا بالخير تجدوه، وجرب. طيب محمد، قبل